المخصص للقعدان نتابع في هذه اللحظات هذا الانطلاق والاندفاع المسائي. نتابع هذه الأسماء المنطلقة على مقدمة الشوط وعلى المراكز المندفعة، نتابع الصدارة هناك مع المركز الأول مع لوسيل اللي على المقدمة، نتابع لهجنم الزبار وبقيادة فران بن محمد بن حمد بن قريع المري المركز الثاني، نتابع هناك لزاز لهجنم الزبار وبقيادة مبارك بن محمد بن صرير المري أيضا ينطلق مع لزاز اللي بدأ يغير في هذه اللحظات مع المركز الأول، نتابع هناك عناد لهجنم الزبار وبقيادة جابر بن علي بن نجم المري على المركز الثالث وغير على المركز الثاني، المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات القدوم في هذا الأداء في هذا الانطلاق مع المركز الرابع اللي هو خوزان لهجنم الزبار وبقيادة مبارك بن صرير المري مع خوزان اللي على المركز الرابع، المركز الخامس المنطلق والمندفع المصير لهجنم الزبار وبقيادة فران بن محمد بن قريع المري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، أول ندى للخمس المراكز الأولى، نتابع نشاهد نستمتع في هذا المساء عبر شاشة قناة الريان الفضائية، القناة الناقلة لهذا الموروث لهذا التراث. يا سلام يا سلام على قناة الريان الفضائية، نتابع وإياكم ونتابع هذه الأسماء المنطلقة ونشاهد عبر عدسات قناة الريان. يا سلام المقدمة هناك مع المركز الأول ومع عناد لهجنم الزبار وبقيادة جابر بن علي بن نجم المري هنا في مقدمة الشوط مع جابر بن علي بن نجم، من يتابع من يرافق في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق نتابع المركز الثاني، المركز الثاني هناك لوسيل لهجنم الزبار وبقيادة فرام بن محمد بن قريع المري مع المركز الثاني، المركز الثالث لزاز لهجنم الزبار وبقيادة بن صرير أيضا هنا في هذه اللحظات بن صرير يشكل الخطر الأكبر هناك أيضا قدوم من خوزان لهجنم الزبار وبقيادة بن محمد بن صرير قادم مع المركز الرابع، ثلاث أسماء متقاربة بعضها لبعض هنا بهذا الشعار، وأيضا هنا من يقود لنا عتيم الذي يسجل لنا الأحداث تلو من مهرجان إلى مهرجان. يا سلام المركز الرابع، المركز الخامس نتابع إلى لحظات البصير لهجنم الزبار وبقيادة فرام بن محمد بن قريع المري في هذه اللحظات. نعود إلى التغيير اللي جرى وطرى على المقدمة، اللي جرى وطرى من شافوا لوحة الكيلوين المتبقية، نتابع لوسيل بدأ يستعيد حقوقه المنهوبة. يا سلام يا لوسيل، لوسيل 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 على المركز الأول على المقدمة لهجنم الزبار فران بن محمد بن حمد بن قريع المري، من يتابع في هذه اللحظات في مقدمة الشوط الصدارة نتابع هنا ينطلق. يا سلام يا سلام يا سلام، ها هو أيضا تشاهدون بين من المركز الثاني، نتابع خوزان انطلق، خوزان اندفع في هذا الشوط، نتابع لهجنم الزبار مبارك بن محمد بن صرير المري. يا سلام تنافس شيء بالنجم أيضا هنا مع هجنم الزبار على المركز الثالث مع عناد على المركز الثالث منطلق المركز الرابع، نتابع لزاز هجنم الزبار مبارك محمد بن صرير المري، المركز الخامس نتابع البصير لهجنم الزبار فرام بن محمد بن قريع المري. يا سلام يا هذا الشوط يا سلام، ولكن شوفوا القادم من الصفوف الخلفية، شوفوا القادم هناك اللي وصل اللي هو نشوان لهجنم الزبار وبقيادة حمد بن سالم بن زاهرة المري. يا سلام يا بن زاهرة أيضا أحد الخبراء بن زاهرة، يا سلام في مجال الهجن. ولكن بنعود إلى مقدمة الشوط، بنعود إلى الصدارة إلى المركز الأول إلى 1500 متر الأخيرة، 1500 على الناموس. يا سلام لوسيل بن قريع من يتابع مع هجنم الزبار، الله يا سلام يا المقدمة والصدارة والتحدي والمنافسة الشيقة، نتابع لوسيل لهجنم الزبار وبقيادة فرام بن محمد بن قريع المري، المركز الثاني خوزان قادم لهجنم الزبار وبقيادة مبارك بن صرير المري، المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات عناد لهجنم الزبار وبقيادة جابر بن علي بن نجم المري، المركز الرابع نتابع الوصول من نشوان لهجنم الزبار ومع بن زاهرة من يرافقه يتابع. يا سلام يا هذه المنافسة، المركز الخامس نتابع المركز الخامس هذه اللحظات،
اللي قادم هناك رعد الهجري مزبار وبغير جابر بن علي بن نجم المري مع المركز الخامس، ولكن التنافس على المقدمة مع 900 متر الأخير. الله يا سلام يا سلام، شاهد يلي بتشاهد، شاهد التنافس. خوزان لوسيل هنا أيضا، نشوان الله يا بن زاهرة يا بن زاهرة، ولكن بن صرير بن صرير بن صرير أيضا هنا مع أيضا مع خوزان. هجنم الزبار هجنم الزبار، الله يا سلام يا سلام على هذه المنافسة، منافسة قوية منافسة قوية ما بين خوزان وما بين نشوان، نشوان وخوزان، خوزان ونشوان، نشوان وخوزان. يا سلام يا سلام، بن صرير وبن زاهرة معها أيضا هنا هجن انتاج مزبار. يا سلام على التنافس، على التحدي، على الإثارة. خوزان خوزان خوزان، الله يا خوزان، ولكن نشوان يحاول يحاول محاولات الجادة، ولكن خلاص قفل الشوط. خوزان 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 لهجن أم الزبار، تهانينا لمبارك بن صرير المري، تهانينا على هذا الفوز وساعة الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس مع خوزان اللي انتزع هذا الناموس. تهانينا لهجن أم الزبار، لمؤسسة هجن أم الزبار على هذا الناموس وهذا الفوز والتهنئة وصول لمبارك بن صرير المري المركز الثاني. نشوان لهجن أم الزبار وبقيادة حمد بن سالم بن زهرة المركز الثالث. المركز الثالث حشار لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني وبقيادة بن برقال. المركز الرابع المركز الرابع لوسيل لهجن أم الزبار مع فرام بن محمد بن قريع. المركز الخامس المركز الخامس عناد لهجن أم الزبار وبقيادة جابر بن علي بن نجم المري. تهانينا تهانينا والناموس على هذا الفوز وساعة الوصول إلى خط النهاية مع خوزان. 7:31 38 جزء من الثانية. تهانينا لهجن تاج أم الزبار والثانية وصول لمبارك بن صرير المري. تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني وصلنا شوان، توقيتها 7:33 14 جزء من الثانية. تهانينا لهجن تاج أم الزبار والتهنئة وصولا للمضمر الكبير حمد بن سالم بن زاهرة المري. المركز الثالث هناك وصول أيضا المركز الثالث حشار، توقيته 7:33 و51 جزء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني والتهنئة وصولا ل